نروح بقى لخبر تاني من الأخبار الجديدة اللي لسه حاصلة حالاً دلوقتي في النادي الأهلي. أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي وبشكل واضح بعد اجتماع مع الكابتن ضياء السيد في مناقشة التطور المقترح من الكابتن ضياء السيد للنادي الأهلي بالتعاون بين شركة الكرة. ومعنا على الشاشة الخبر هو زي ما حضراتكم شايفين، الخبر ده لسه من دقائق، يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا هو الخطيب يناقش التطور المقترح للتعاون بين شركة الكرة والمستثمرين. ناقش الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة مع ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم كابتن خالد عبد القادر عضو مجلس الإدارة أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي التصور المقترح من الكابتن ضياء السيد نجم الأهلي السابق للتعاون بين شركة الكرة وبعض المستثمرين لتحقيق عوائد للطرفين. خلال الاجتماع شرح الكابتن ضياء السيد طبيعة المشروع وآلية العمل فيه ودور المستثمر مع شركة الكرة في إطار تعاون رياضي استثماري يحقق طموحات الجانبين. الحقيقة خبر مهم في العلاقة بين الأهلي والاستثمار الرياضي، نشاط كبير طبعا لشركة الكرة في ان هم يجذبوا مستثمرين وتزود العوائد بتاعتك او الدخل بتاعك للكرة تحديدا يعني، ومن خلال الاستثمار في الكرة، وده واضح جدا الفترة الأخيرة في النادي الأهلي في حاجات كتير قوي. كعادة النادي الأهلي بيدور على التطور، النادي الأهلي نادي متطور بطبعه في كل المجالات وفاتح بابه لكل ولاده، اللي عنده مقترح، اللي عنده فكرة، اللي عايز يقعد مع شركة الكورة، أي حد عنده اقتراح هيضيف للنادي الأهلي ويفيد النادي الأهلي مرحبا بيه في النادي الأهلي. هو أكيد بيتم دراسته بشكل مفصل من الكابتن محمود الخطيب ومن لجنة، أو مش لجنة التخطيط بس، خلي بالك من شركة الكورة كمان دلوقتي. فبالتالي أنت عندك ولادك عندهم أفكار وعندك ناس عاملة اوريدي سي في قوي في كل شغلها اللي اشتغلته من ولاد النادي الأهلي، فلما يجي لك حد منهم بفكرة طبيعي إنك تستقبله وتفتح له الباب ويتم دراسة الحالة اللي هو مقدمها. يعني كابتن خبرة السيد خبرة كبيرة جدا 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 كمدرب وكإداري وككل حاجة اشتغل الراجل ده. خلي بالكم يا جماعة كابتن ضياء السيد ده مكتشف كتير من النجوم في منتخب الشباب، محمد صلاح ومحمد النني وحجازي، الناس دي كلها جيل 91 ده كله جيل رائع كان موجود مع كابتن ضياء السيد في منتخب مصر.